في هذه الأثناء يفتح باب الطائرة انتظارا لوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يصطحب مع سيادته وفد مصري رفيع المستوى. في الصورة أحد أعضاء هذا الوفد السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية، يتلوه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. إذن هناك الكثير والكثير من علاقات التعاون بين الطرفين وبين الجانبين، مصر وأرمينيا مثلا. فالعلاقات المصرية الأرمينية علاقات تاريخية، ويكفي الإشارة إلى أن أول رئيس وزراء مصري عام 1788 كان رئيس الوزراء نوبار باشا، مصري من أصل أرميني. الجالية الأرمينية التي تعيش في مصر يناهز عددها أكثر من 10,000 نسمة. قدموا العديد والعديد من الإسهامات على كافة الأصعدة، الصعيد الاقتصادي والأصعدة الاجتماعية والثقافية والدينية. يحظون بكل الترحيب وكل الدعم على كافة هذه الأصعدة، ويمتنون لمصر قيادة وحكومة وشعبا على استضافتهم قبل 1500 عام، ولا تزال هذه الإسهامات مستمرة إلى الآن تتفاعل مع أبناء الشعب المصري على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الدينية والفنية. مصر وأرمينيا يربطهما علاقات اقتصادية جيدة تبشر بمزيد من الازدهار في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك اجتماعات للجنة عليا مشتركة تتم بصفة دورية بين القاهرة وبين يريفان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يهبط من الطائرة بعد وصول سيادته إلى ثالث محطات زيارة سيادته الرسمية إلى كل من الهند وأذربيجان، والآن في أرمينيا العاصمة يريفان. كبار المسؤولين الأرمن يستقبلون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين وطاقم السفارة المصرية في العاصمة يريفان. استعد للتوجه إلى مقر إقامة سيادته بالعاصمة إذانا ببدء فعاليات هذه الزيارة التاريخية
الهامة التي كما أشرنا تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى العاصمة يريفان منذ نشأة وتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992. جديدة في العلاقات بين الجانبين. بيان للرئاسة الأرمينية الصادرة مساء أمس يرحب بهذه الزيارة ويصفها بأنها زيارة تاريخية طال انتظارها على حد تعبير هذا البيان الذي يرحب بهذه الزيارة. مصر تدعم المواقف الأرمينية حيال عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية في كل المحافل، كما هو الحال بالنسبة لأرمينيا التي تدعم المواقف المصرية الأرمينية. في هذه الأثناء يغادر موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامة سيادته بالعاصمة يريفان إذاناً